اليوم غادي ندير واحد الفيديو لاجل توضيح ما حدث بالامس في واحد الفيديو اللي اليوم كيروج على مستوى الساحه الاعلاميه. بغيت نوضح للراي العام بالخصوص والمناضلين والمناضلات الاستقلاليه على الخصوص ما حدث بالامس. بالامس كما كيعرفوا الاخوه المناضله انه كان مجلس وطني لحزب الاستقلال لتعقد اخر دوره ديالو لاجل انتخاب اللجنه التحضيريه للمؤتمر 18. للاسف مجلس وطني ما تعقدش حضوريا لمده ما يقرب على 4 سنوات لظروف معينه، سواء تعلق الامر بالكوفيد او نظرا للمشاكل يمكن اللي كان كيعيشها حزب الاستقلال على المستوى الداخلي واللي اجلات المؤتمر. بالامس كما شاهدوا الاخوان وكما شاهدوا كما شاهد الراي العام ان اثناء انعقاد دوره المجلس الوطني كانت هناك كان واحد المجلس الوطني اللي في الاساس هو مشحون لعده اسباب ما غادي نذكروها، يمكن غتجي فيديوهات من بعد هذا الفيديو نذكر مجموعه الاسباب اللي خلاتنا نتعطلوا في عقد المؤتمر وخلي خلات الاجواء مشحونه. للاسف ما وقع بالامس ان اثناء تحضير الانتخاب اللجنه التحضيريه كان الاخ الامين العام بصدد تقديم مرشح اللجنه التنفيذيه اللي انا عضو في اللجنه التنفيذيه واللي توافقنا عليه هو الاخ عبد الجبار الراشدي، فاذا بنا كنتفاجئوا بعد تقديم الاخ الامين العام المرشح الوحيد الاخ عبد الجبار الراشدي ان هناك مرشح ثاني اللي هو الاخ اشرف ابرو. فعادي وقعت بعض المشاحنات، جاء الاخ اشرف ابرو كيقول له انا مرشح ما يمكنش ان ندوز بهذه السهوله، نحن حزب نؤمن بالديمقراطيه، نحن حزب يؤمن بالديمقراطيه، يمكن تعطيني حقي انا نترشح. في هذه اللحظه دخلوا بعض الاخوان اعضاء اللجنه التنفيذيه وعلى راسهم الاخ محمد ولد رشيد اللي ناط انه يقنع اشرف ابرون انه يتنازل ويدوز هذا الشيء في واحد الجو اللي فيه التوافق واللي يكون بدايه واحد العرس الديمقراطي اللي كيسيما هو مؤتمر ديال حزب الاستقلال في النهايه ديال ابريل. للاسف كذلك كندخل الاخ محمد سعود باعتباره منسق ديال الجهه كيقنع الاخ اشرف ابرون انه يتنازل. كذلك ان هذا الفيديو كان مقطوع، انا كذلك مشيت عند الاخ اشرف ابرون، يمكن الى جا الفيديو كله وتم النشر ديالو مشيت عند الاخ اشرف ابرون كنقنعو. فاذا بيا كنتفاجئ بالاخ منسق الدو كيتهجم على المنصه وتيسب اشرف ابرون، فانا دخلت على اساس انني نبرد الاخ منصف. قلت له الاخ منصف الله يهديك ارك شويه، حنا خصنا ننجحوا هذه المحطه. في واحد اللحظه هو انا كنهضر معاه وكيجرني من الجاكيطه هبطت عنده، فاذا به واحد اللحظه كيقول لك انتوما اللي مورا هذا الشيء. ما فهمتش انا شنو ردت فعله. واحد اللحظه بدا بواحد الكلام نابي تيسب لي في الوالده ديالي اللي للاسف هي متوفيه، فكانت واحد رده الفعل لا اراديه اللي انا ما قبلهاش على راسي، وانا ماشي من اخلاقي ماشي من الشيم ديالي ماشي من القيم ديالي. انا تربيت في حزب الاستقلال ومريت من الشبيبه الاستقلاليه الى الفرع الى مجلس وطني لجنه مركزيه، واليوم انا عضو لجنه تنفيذيه منتخب في اللائحه ديال الشباب. ما عمر كان صدر مني شي موقف اللي يحط لا كرامه ديال الاخر ولا اي تصرف اللي يمكن يتسجل عليا في تاريخي النضالي ولا في حياتي العاديه. للاسف رده الفعل كانت غير اراديه، واليوم انا كنعتذر للاخ منصف الطب علاش
انا اعتذرت للاخ موسى في الطب تما وامام الجميع وتعانقنا وتسامحنا، لكن للاسف كاين ايادي، كاين ايادي خفيه. المقصود هو انا، وإلا كنت المقصود انا على المستوى ديال مواقفي السياسيه داخل اللجنه التنفيذيه، فانا يمكن غتجي فيديوهات، يمكن هذا الفيديو الاول، ولكن غتجي فيديوهات اللي غادي نشرحوا فيها هذه الحيتيات كلها، ونشرح مواقفي السياسيه داخل اللجنه التنفيذيه اللي ما كانتش كتبان للعالم، وعلاش وشنو هي الاسباب اللي تاخرت هذا المؤتمر سنتين ونصف. كنجدد الاعتذار للاخ منصف الطب، العائله ديالو الصغيره والكبيره، وتنجدد الاعتذار ديالي للمغاربه، وهذه ماشي من اخلاق السياسيين. وباش نختم هذا الفيديو، حنا كسياسيين واجب علينا نكونوا عند ثقه جلاله الملك واراده الشعب المغربي، وحنا كسياسيين واجب علينا نعطيو مثال في الاخلاق. واعتذر وشكرا لكم.